فلوس؟ لا والله المكنة عطلانة. تعالى ده في بلاوي. انا في المنطقه اللي انا قاعد فيها يا جماعه فيها حوالي من 5 أو 6 مكانات اي تي ام لسحب الفلوس، وعلى مدار الشهر الفلوس الكاش اللي معاك انت بتصرفها، فبتحتاج ان انت تروح لاقرب مكنه اي تي ام عشان تسحب منها فلوس. واللي بيحصل معايا يا جماعه كل شهر هو نفس اللي بيحصل، اروح على اول مكنه اللي تحت بيتي ناسف لا يمكن سحب المبلغ المطلوب، دي فاضيه، اروح للمكنه اللي ابعد شويه قبل ما احط الكارت ناسف هناك عطل في السيستم. طب اروح للمكنه اللي ابعد شويه ناسف لا يمكن سحب المبلغ المطلوب. نهار اسود اسحب فلوس منين؟ ما علينا. قلت بقى ما بدهاش لازم اروح الفرع، قلت اكيد بقى يعني المكان اللي في الفرع اكيد مش بايظ واكيد فيه فلوس. وانا داخل يا جماعه على الفرع لقيت فيه طابور اقسم بالله تحس انهم بيوزعوا حاجه ببلاش، حوالي مثلا من 150 بني ادم واقفين ستات ورجاله. يا نهار ابيض هو في يا جماعه؟ هي ايه الزحمه دي؟ قالوا لي اصل مكنه واحده بس اللي شغاله. مكنه واحده؟ ده الفرع الرئيسي يا جماعه بتاع البنك، ده فيه 5 مكانات كلهم بايزين. كلهم بايزين؟ المهم قلت ايه مفيش حل، هدخل البنك نفسه. دخلت سلام عليكم عايز رقم بعد اذنك عشان اسحب فلوس. اداني الرقم، الرقم 675. 675 ليه؟ لقيت يا جماعه الكراسي اللي جوه في البنك هي مليانه وفي ناس واقفه، والناس اللي بره مستنيين ارقامهم يتعدوا ال 2000 بني ادم. هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ طب قلت له حضرتك انا عايز اسحب مبلغ بسيط جدا، انا عشان معيش فلوس كاش ومش عارف ايه، مبلغ بسيط والله. استنى الرقم يا استاذ، استنى الرقم. طب اروح فين؟ المهم في مكنه تانية بتاعت بنك تاني مش نفس البنك بس بعيده شويه. قلت مش مشكله بس ان شاء الله هروح الاقي فيها فلوس. وانا داخل على المكنه لقيت موظف تبع البنك قاعد عمال بيمسح في المكنه، ها، وعمال يصور ويصور ويشوف بقى المكنه نظيفه كده. قلت بس ما دام بيصور فيها كده وبيمسحها وبينظفها تبقى شغاله وزي الفل. خلصت يا استاذ؟ قال لي بس صورتين بس معلش. خد الصورتين للمكنه ومشي. وقفت انا بقى بظرف الكارت مش عايز تسحب الكارت، عمال اتنور. امال الراجل ده كان بينظف ولا بيعمل فيها ايه ولا بيصينها ولا بيهبب ايه؟ احط الكارت مش عايز تسحب الكارت. لا اله الا الله. جه راجل كده قال لي خلصت يا استاذ؟ قلت له لسه والله انا عمال بحاول ادخل الكارت مش عايز يدخل. قال لي لا ما اصل ليها طريقه كده، معلش ثانيه واحده هات الكارت بتاعك. فراح ايه زقه كده بطريقه كده راح سحب الكارت. يا فرج الله. المهم يا جماعه الحمد لله سحبت المبلغ اللي انا عايزه. المكنه بقى تطلع الكارت تاني بقى مش عايز اطلعه. ياما يا حاجه الكارت جوه ياما مش عايز اطلعه. شفتوا بلاوي اكتر من كده؟ وعلشان اروح اطلع كارت جديد وانا كان رقمي 675 فاكرين، هروح الاقي رقمي 2200. انا هقضي نص حياتي خلاص في البنك خلاص الحمد لله. بس انا اناشد من موقعي هذا لكل المسؤولين وكل البنوك اللي في مصر، ارجوكم صينوا مكن السحب بتاع الاي تي ام ارجوكم، وارجوكم حطوا فيها فلوس. يعني عايز اسحب فلوس اسحبها منين؟ احط الكارت ده فين؟ بس يا ابني عيب ما تقولش كده، عيب. باي باي.